نبداو مع المحترفين ديالنا. نبداو بحراسة المرمى، اكيد جوج الحراس بالدوري السعودي اللي باقى فيه جولة وينتهي. ياسين بونو في لقاء قوي كان ضد فريق النصر، مطارد ديال الفريق ديال الهلال، وان كان الدوري تحسم للهلال. فاللقاء انتهى بالتعادل 1-1، ولقاء اللي تألق فيه بشكل كبير ياسين بونو بتصدي ديالو، خصوصا الكواري ديال كريستيانو رونالدو اللي ما فهم والو، دائما ضد المغاربه، فالحظ ما كيكونش معاه. مي ماتش كبير من الماتشات الكبار اللي دار الحارس ياسين بونو هذا العام. هذا تماركا على بيت في الدقيقه الاولى، مي ما تيتحملش فيه مسؤوليه، التير اللي كان قويه ما كانش عنده يعني حتى شي حل في هذا التير هذا. بينما منير المحمدي هو لعب رسمي مع الوحده اللي خسر ب1-0 امام فريق الرائد، والبيت اللي سجلوا عليه اللاعب المغربي كريم البركاوي اللاعب السابق لفريق حسنيه اكادير، هذا الاخير رفع رصيده 12 بيت في الموسم. بينما غاب على الوحده اللاعب ياميق بعد ما كان حضر الماتش اللي فات، وحضر فيصل الفجر. شو المدافعين، كاين لاعبين اللي لعبوا كاين لاعبين اللي غابوا، نتكلموا على سبب الغياب ديالهم. نايف اكارد الموسم انتهى وانتهى بدون تنافسيه، لان الغياب ديالو متواصل بسبب الاصابه اللي عنده، اللي غيباتو على المواجهه الاخيره امام فريق مانشستر سيتي اللي خسروها 3-1، والشكوك تاعهم حول يعني الجاهزيه ديالو لجوج المواجهات اللي كاينه في هذا الفيفا الجايين في الاقصائيات ديال كاس العالم، واش غادي يكون حاضر، وان كانت كتبان الامور بانها صعيبه. عبد الكبير عبقار لقاءات جيده كذلك في طريقه يسالي لاليغا على اكمل وجه، موسم جيد اللي كيلعب اول موسم ليه في الدرجه الاولى في لاليغا. لعبوا ضد خطافي وربحوا ب1-0، ثاني احسن تنقيط من بعد حارس المرمى ديال الفريق ديال الارافيس، فهو اللي كان عند اللاعب عبد الكبير عبقار للاداء ديالو كيتطور مباراه بعد اخرى. اشرف داري ها الموسم الاسبوع اللي فات من البقاء مع الفريق ديالو شارلوروا، الان الحديث على امكانيه العوده لبريست اللي غيلعب لا تشامبيونز ليغ العام الجاي، واش غادي يرجع لان كتموتيفي لا تشامبيونز ليغ، ولا غادي يفضل انه يبقى في الدوري البلجيكي ويقلب دائما يبقى في التنافسيه باش يكون دائما قريب من المنتخب الوطني، علما انه من شهر 1 نهايه الموسم فهو توج جوج ديال المرات بلقب افضل لاعب في الشهر بالنسبه للفريق ديالو، وتمكن من تسجيل 3 ديال الاهداف. اشرف داري من نشوفه من وراه شادي رياض اللي حتى هو هذا العام كان عنده موسم استثنائي مع الفريق ديال بيتيس، لعب رسمي في الهزيمه اللي كانت امام فريق خطافي او فريق ريال سوسيداد، خسر ب2-0، لعب منذ البدايه في المواجهه اللي دخلها الزلزولي دقيقه 59، كان الفريق خاسر ب2-0، تحت له فرصه من اجل تقليص الفارق في دقيقه 66. زلزولي يعني قلب على بانينكا، بانينكا ما نجحاتش، البيت ضاع والفريق ديالو خسر ب2-0، كيبقى 0 هدف هذا العام مع الفريق ديال بيتيس. بدايه الموسم كانت مزيانه، ولكن الشطر الثاني من الموسم فكان سيء للغايه بالنسبه للاعب زلزولي. اشرف حكيمي اللي انتهت البطوله نهايه الاسبوع الدوري الفرنسي، كان حسم اللقب، فالمدرب لويس انريكي فضل انه يخليه في البونوتوش ما لعب ولا دقيقه كونتر فريق مات بالميدان ديال هذا الاخير، ربحوا ب2-0. البطوله انتهت ب 25 ماتش اللي لعب منها 20 ماتش كرسمي، علما انه كان غاب لفتره بسبب التزامه مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا للامم. بينما مزراوي بقى في البونوتوش كونتر فريق هوفنهايم، البايرن خسروا ب4-2 بعد ما كانوا رابحين ب2-0. البونوتوش كان فيه حتى اللاعب ادم ازنو الدولي الاولمبي واللي وقع نهايه الاسبوع اللي فات عقد جديد مع فريق بايرن ميونخ، العقد احترافي كيمتد الى غايه 2027. الشيبي في الدوري المصري اللي كيواصلوا التالق ديالهم فريق بيراميدز، فلعب 82 دقيقه امام فريق الاسماعيلي بميدان هذا الاخير، ربحوا ب2-0، كيواصلوا الصداره ديال الدوري المصري، واكيد دعوا لنا هذا العام على يكون اللقب الاول في التاريخ ديالهم في الدوري المصري. وان كان الاهلي عنده مجموعه من المؤجلات خاصو يربحها كامله، هاد 6 أو 7 المؤجلات باش يقدر يفوت بيراميدز بنقطه واحده، اي تعثر في اي مواجهه فغتخلي بيراميدز دائما في الصداره ديال الدوري المصري. ثم نختموا الدفاع بعطيت الله اللي لعب رسمي مع سوتشي، دخل ولعب 69 دقيقه، خسروا 3-2 علما انهم سقطوا للدرجه الثانيه، هو اللي عطى الاسيست ديال البيت الاول قبل ما يغادر في الدقيقه 69.
ندوزو للميليو تاعنا سفيان امرابط، نهايه موسم جيده، الماتش الثالث على التوالي رسمي مع الفريق ديال مانشستر يونايتد اللي ربح بميدان برايتون بجوج لزيرو، خرج في الدقيقه 69. ثلاثه المواجهات الاخيره كتبين ان كاين تحسن في الاداء وان التنافسيه هي اللي كانت ناقصه امرابط، اللي اكيد باقي عنده نهائي ديال الكاس انجلترا، ديربي اللي غيكون قوي قوي جدا امام فريق مانشستر سيتي نهايه الاسبوع المقبل، علما ان هذا الاخير هو اللي حسم الدوري البارح، هو البارح بالفعل بعد الفوز ديالو 3-1 على فريق ويست هام. وسامح الزوزي لاعبين الماتش الجوله قبل الاخيره اليوم مع فريق جيفونتوس، الماتش غادي نشوفوا واش غادي يحضروا كاساسي ولا بحال ديما غادي يكون رومبلاسون. بلال خنوس حتى هما لاعبين اليوم ضد فريق انتويرب، اخر المواجهات ديال الموسم بالنسبه ليه اللي خرجوا فيه بدون لقب وغادي يغيبوا حتى على المنافسات القاريه الموسم الجاي. امير ريتشارلسون دخل في دقيقه 61 مع الفريق ديال اورانس اللي ربح رين بجوج لواحد، الماتش اللي حضروا يونس عبد الحميد رسمي وماركا بينالتي، بينما في الجانب الاخر في فريق رين فدخل اللاعب ابراهيم صلاح في الدقيقه 78. عز الدين اوناحي غاب مجددا على فريق ديال مارسيليا بسبب الاصابه، خسر بحب نتيجه 2-1. حضر في الجانب الاخر اللاعب الاولمبي اسامه تيرغالين رسمي، كيشطا غاب على فريق لوهافر بسبب الاصابه، وغاب كذلك حارث على الفريق المره الثانيه على التوالي، ما كانش كاع ضمن اللائحه الحديث على انه عنده اصابه في المولي. نمشيو للهجوم، زياش كنا كنتظروا البارح حتى التويج ديالو باللقب ديال الدوري التركي مع الفريق ديال غلطة سراي، كان عندهم لقاء ديربي كونتر فريق فينرباتشي، كان تعادل كافي من اجل الفوز باللقب، ولكن فينرباتشي اجل التتويج ديال غلطة سراي وقلص الفريق ثلاثه ديال النقاط، وتكون نهايه يعني مشوقه في الدوري التركي. نتمنوا التوفيق لزياش، بغينا نشوفوا الشامبيون هذا العام هذا مع الفريق ديالو غلطة سراي. ابراهيم دياز توكين الموسم على افضل نحو، لعب رسمي كونتر فريق فياريال، لعب 68 دقيقه، تمكن خلالها انه يعطي جوج ديال الاسيست في الماتش اللي سالب التعادل 4-4. يعني الموسم ديالو حتى لدابا فيه 12 هدف وفي 9 ديال التمريرات الحاسمه، يعني هذا العام هذا ساهم في 21 هدف مع الفريق ديال ريال مدريد، ومن افضل المواسم ليه بالارقام سواء في التهديف او بالاسيست. في هذا الماتش هذا حضر اخو ماش 45 دقيقة، ولكن ما طلعش في الدوزيام ميطون لأن الفريق ديالو كان خاسر 4-1، والمدرب دار تغييرات من أجل يعني العودة في النتيجة. أيوب الكعبي فلعب 90 دقيقة ومع 9 دقائق أخرى من وقت بدل الضائع مع الفريق ديالو باناتينايكوس اللي تعادل في لقاء الديربي كونتر فريق أو فريق أولمبياكوس اللي تعادل مع باناتينايكوس بجوج لجوج، الوقت اللي كنا كنتظروا ربما أهداف أخرى للكعبي اللي متألق في هذا الموسم هذا، ما تمكنش انه يسجل في الدوري، ولكن باقي هو الهداف براسي 18 هدف. يوسف النصيري لعب 92 دقيقة عاد تبدل كونتر فريق بلباو، خسروا بجوج لزيرو. سفيان رحيمي غاب على المواجهة اللي كانت كونتر فريق اتحاد كلباء اللي سالت بخسارة العين بواحد لزيرو. نذكروا في الامارات بوفتيني سفيان فهو ربح الكاس مع الفريق ديالو المتصدر اللي هو امام فريق او امام فريق ديال تعرابت، يعني كانت مواجهه مغربيه في الفينال، ومازال كاين الامكانيه ديال انه يتوج بالثنائي لان فريقه كيتصدر الدوري الاماراتي، في حين شفنا تتويج عدلي بالدرع ديال البطوله اللي كانوا حسموه مع الفريق ديالو باير ليفركوزن، لعب عدلي 63 دقيقه، شفناه واحد التسريحه جديده بالطفيرات ما عرفناش. ومازال عنده نهايه الاسبوع الجاي غادي يكون عنده وسط الاسبوع غادي يكون عنده اليوروبا ليغ لقاء النهائي، ونهايه الاسبوع غادي يكون عنده لا فينال ديال كاس المانيا، جوج مباريات اللي باقي عنده في الموسم ممكن ان تكون فيها جوج الالقاب، ولما لا يكون موسم تاريخي لليفركوزن وتكون تتويج بالثلاثيه. ونختموا من فرنسا، الياس بن صغير لعب 77 دقيقه اخر مواجهه في الدوري امام فريق نونت، وتمكن انه يسجل هدف هو الهدف الثاني لهذا الموسم، فوز كبير لموناكو ب 4-0 على نونت، وبالتالي ضمنوا الرتبة الثانية ولا تشامبيونز ليغ العام الجاي، يعني باستثناء بعض اللاعبين خصوصا في الدفاع اللي غايبين، فأغلبية اللاعبين فحاضرين مع الفرق ديالهم من هول الموسم ديالهم على
احسن وجه بانتظار يكونوا كذلك حاضرين مع المنتخب الوطني في لحظات فيفا الجايه، لان فيها جوج المباريات اللي هي مهمه كونتر المنتخب الزامبي وكونتر المنتخب ديال الكونغو في تصفيات كاس العالم. مباراه غتكون في اكادير ومباراه ثانيه ضد الكونغو اللي غادي تكون في الكونغو الديمقراطيه بالضبط في ملعب الشهداء بكينشاسا.